الآن تي في مرة جديدة في المرتبة الأولى بين الشاشات العربية والإعلامية منى أبو حمزة وبرنامج حديث البلد يحصدان أيضا المركز الأول في العالم العربي. بعد أكثر من 3 أشهر من التصويت المباشر عبر راديو دلتا للإعلامي نيكولا دامر حصدت الآن تي في أكبر عدد من الأصوات. نرجع معكم ومنتابع حلقتنا لليوم مع دلتا أوردز، هالحدث اللي جمع أهم النجوم بلبنان اللي تكرموا على أعمالهم هالسنة. كيف كانت الأجواء؟ خلينا نشوف سوا بهالريبورت. فوجئت بالنتيجة وهذا دليل انه فيها هالجائزة المصداقية، بشكرهم من كل قلبي، كرمال هيك جيت اليوم صراحة. انا رامي عياش وعن جد بيكبر قلبي وبنبسط وبحس انه انا بالنسبة لي ليدي بتدل على مصداقية اكثر بتوسيع الجوية. كل جائزة كل انسان عمل لفة تجاهي ما لازم ينسى الواحد من عمله، اللي عملوني هم المشاهدين، هم الـ LBC، هم العالم اللي كانوا ورا الكواليس بكل برامج. من عنا البداية والوعد مكمل، التصويت قريبا. دلتا أوردز، دلتا أوردز، دلتا أوردز. الآن تي في مرة جديدة في المرتبة الأولى بين الشاشات العربية والإعلامية منى أبو حمزة وبرنامج حديث البلد يحصدان أيضا المركز الأول في العالم العربي. بعد أكثر من 3 أشهر من التصويت المباشر عبر راديو دلتا للإعلامي نيكولا دامر حصدت الآن تي في أكبر عدد من الأصوات. نرجع معكم ومنتابع حلقتنا لليوم مع دلتا أوردز، هالحدث اللي جمع أهم النجوم بلبنان اللي تكرموا على أعمالهم هالسنة. كيف كانت الأجواء؟ خلينا نشوف سوا بهالريبورت. فوجئت بالنتيجة وهذا دليل انه فيها هالجائزة مصداقية، بشكرهم من كل قلبي، كرمال هيك جيت اليوم صراحة. انا رامي عياش وعن جد بيكبر قلبي وبنبسط وبحس انه انا بالنسبة لي ليدي بتدل على مصداقية اكثر بتوسيع الجوية. كل جائزة كل انسان عمل لفة تجاهي ما لازم ينسى الواحد من عمله، اللي عملوني هم المشاهدين، هم الـ LBC، هم العالم اللي كانوا ورا الكواليس بكل برامج. من عنا البداية والوعد مكمل، التصويت قريبا. دلتا أوردز، دلتا أوردز، دلتا أوردز.